مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. أفضل الأطعمة والمأكولات للتغلب على الحساسية الموسمية. إذا كنت تعاني من الحساسية الموسمية، فإن جسمك يفرز الهيستامين ومواد أخرى تزيد من الالتهابات في الجسم، ويتسبب هذا الالتهاب في الأعراض التي تعاني منها خلال فصل الحساسية، مثل العطس واحتقان الأنف وحكة العيون. وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء الحساسية الموسمية وأخرى يجب تجنبها. الأطعمة التي تساعد في علاج الحساسية الموسمية: الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل الفواكه الحمضية مثل البرتقال والكيوي والليمون والجريب فروت والفلفل والفراولة والطماطم والخضروات الصليبية مثل البروكلي وكرنبل بروكسل والملفوف والقرنبيط والبطاطا البيضاء. الطماطم التي تحتوي على مادة الليكوبين، وهي مضادة للالتهابات، مما يعزز الدفاعات المضادة للأكسدة ويقلل من خطر الالتهابات. الأطعمة الغنية بحمض ألفا لينوليك ALA أوميغا 3، مثل زيت الكانولا وبذور الكتان وعين الجمل وزيت بذور الكتان وبذور الشيا، والتي تدعم جهاز المناعة. الكركم الذي يحتوي على الكركمين ويعتبر مضادا للالتهابات، ويحسن تدفق الهواء الأنفي ويقلل من العطس والاختناق ويعزز المناعة. الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من الحساسية: الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمعجنات، الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية، المشروبات المحلة بالسكر مثل الصودا أو مشروبات الطاقة، اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة مثل البرجر وشرائح اللحم والهوت دوج والنقانق، المواد الغنية بالدهون مثل الزبدة أو السمن،